بريد السالة يركي وضعي ما خشبو وزلامي من السليماني بو برشاري كيك النفتي بو وضعي ما خشبو بو نهلا ما خشبو ما باز داو نخش ام هانا في داري اسكن ما دستي داعش قرر مكانت دستي داعش او يبتني هاش هايفا او يبتني بو وساتم ازوغش نه اما كتاينا دي بام دركي دنتو اما دي من المال كم تشونا في مشروعي ما اشكر الناس كم مديدا ده دوانس ده هو جاوا مثلا فرصه بو ام تشون باك دونشتن اشكر بينا كده كده على قال بي خوش دو بس ما زماني وانا ده اجو اجبا كما مثلا معاني اطاب صديق كما في ذكر قطه هيا في لا مجدها شبري تشترى في دم بری وید تشتکی من نبو وزلامی مثلا نکاری شغل اگی بکا و شغل اگ نینا و نرات بکا جا و ما هی دیر دیم شورا ملکی رکیم They came to the areas, the safer areas, with nothing. So they didn't have enough clothing, they didn't have enough bedding. Some of them couldn't send their children to schools. At conflicts, women's vulnerability even increases, but still they are survivors. They can stand up for themselves and for their households. And if we provided them with the tools to restart their lives, they would do. That would make them stronger. They would have a stronger voice for peace. بيتنا راح كان عندنا بيت بتلسقف محل زوجي كان عنده محل بتلسقف هم راح يعني ياخذوه فبالنسبه يعني المبلغ المادي صرنا يعني نتداين على مود نصرف كان ابني مريض اصرف عليه هوايه يعني اوديه على الدكاتره على المستشفيات هنك ناجحين وهنك ناجحين عقلي من مهك قولي تشم رابو اتشو جمال جيراني خم جنكير مغور خاتكي والله سلام لوبي راش هادي معنا تليفوني جبايو قبلك باين قو كتش كامي أذكار مشابي مشابي سعد يكيف شيخ بدي أحقق أمنيتي أتعلم دورات الكوافيرة أصير مدرسة بدي أحقق أنا بدي قيمة ما يعني بعمري بدي عمر مشان أتزوج فيه مو بهالعمر بخمسطعش أو ستطعش اجيت على البيت قلت له لجوزي بدي اشتغل خياطه، قال شلون انت ما بتعرفي؟ قلت له لا والله تعلمت وبعرف اخيط وكل النسوان بيقولوا لي انه بتعرفي تخيطي احسن منا بكثير، اذا بتفتحي محل خياطه رح يعني تنشهري. رغم كل هالظروف يعني بتنقطع الكهرباء وتنقطع المي وما بتجي المي هيك يعني قد ما بقدر بكون مبسوطة ومرتاحة هم اشتغلنا فيها كمان ويعني أخذنا راتب وتبع الكامب كمان يعني النسوان والأطفال كلياتهم استفادوا منها